ضربة مرمى لصالح النادي الأهلي، مصطفى شوبير. شوبير طويلة وعالية، مودست على وسط الملعب، وفي هذه اللحظات يطلق أندرسون دارانكو صفارة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز كبير ومستحق للنادي الأهلي، ومستحق لأنه استطاع أن ينهي الهجمات بهدفين نظيفين لإمام عاشور في الدقيقة 85 ومجدي أفشة في الدقيقة 93 ليعلن النادي الأهلي بطلا لكأس مصر موسم 22-23. بنقول للنادي الأهلي مليون 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 مبروك على هذه النتيجة وهذا الفوز الكبير على الكبير نادي الزمالك، ونقول لنادي الزمالك هارد لك، لعبت مباراة والله كبيرة ونقلت كورة بشكل أكثر من رائع ورحت في اتجاه مرمى النادي الأهلي أكثر من مرة، ولكنها كرة القدم من يستطيع أن ينهي هو الفائز دائما. هارد لك لجماهير النادي الأهلي، مؤكد سنعود مع تسليم الكأس. لو ليك كلمة أخيرة أستاذ حسن. الإبداع والمهارة أحيانا، مش أحيانا يعني، تحسم أحيانا المباريات. صحيح، المهارة والإبداع، قدرة اللعيب على أنه يبدع، ومهارة عاشور في أنه يتحرك كويس أو يختلق، وتمريرة أبشة، هم دول اللي عملوا هذا النصر الكبير طبعا للنادي الأهلي. بس هارد لك للزمالك، الحقيقة الزمالك عمل برضه مباراة كبيرة جدا. صحيح، وكان ضاغطا من اول شوط لغايه ما ابتدى الاهلي يتحرك حتى الاستحواذ قدامنا 52 زمالك 48 أهلي. صحيح، لكن تبقى في النهايه 2 الاهلي لا شيء الزمالك. لكن في النهايه الحقيقه مبروك للاهلي، فوز مهم، و يعني هارد لك ايضا كبيره للزمالك. صحيح، اتفق معك في كل كلمه. إذن أعزائي المشاهدين، هذه فرحة النادي الأهلي، اللاعبين والجماهير في انتعاشة كبيرة جدا جدا جدا. انسحبت جماهير نادي الزمالك تقريبا من المدرجات المخصصة ليها في أرضية الملعب، وبقيت جماهير النادي الأهلي مشتعلة في المدرجات استعدادا لتسليم كأس مصر. التهاني كبيرة بين كولر وكل اللاعبين. كهربا طبعا لم يكن يتوقع أنه يشارك النهاردة، ولكن هذا هو الأمر.